في قلب الجزائر العاصمة، وبالضبط في هذا المكان المطل على البحر، يتواجد قصر ذو طراز عثماني. الحديث هنا عن قصر رياس البحر، أو ما يدعى بالحصن 23، يعد أحد المعالم الشاهدة على الحقبة التاريخية في المنطقة. قصر رياس يعود تاريخ بنائه إلى عام 1576 من طرف الدولة العثمانية، فهو القلعة الدفاعية لحماية المحروسة من أي عدوان. والشاهد الوحيد على امتداد القصبة جهة البحر طبعا هو كان جزء من النظام الدفاعي الذي بني لحماية مدينة الجزائر، بني قصر رياس البحر في 1576. يتضمن الحصن 3 قصور، هي القصر 17، القصر 18، القصر 23، بيوت بسيطة وأزقة تزينها نوافذ، كما يتميز القصر بزخارف مجسدة على شكل أقواس فريدة من نوعها، أعطت لقصر الرياس صفة الجمالية. في قصر رياس البحر نجد 3 قصور، هو قصر 18، قصر 23 وقصر 17. قصر 18 الوحيد اللي عندنا أرشيف حوله، حيث بني في 1750. وأصبح قصر الرياس وجهة عشاق التاريخ بعدما حولته السلطات إلى مركز للثقافة والفنون، تقام فيه مجموعة نشاطات ومعارض تاريخية. وقامت وزارة الثقافة أنذاك بإعادة ترميمه إلى غاية 1993 من طرف شركة إيطالية. جذور قصر الرياس ضاربة في عمق التاريخ، يحمل بين طياته حكايات وقصصا عريقة تعكس تنوع الحضارات المتعاقبة على الجزائر.